تعتبر معتمدية أكثر من أهم المناطق المنتجة لثمار الكرز أو حبل الملوك. ورغم تطور المساحات المنتجة إلا أن عديد الإشكاليات تحول دون تطور منظومة الإنتاج. الصعوبات في حبل الملوك هذه في قلة القنوات تاع الماء، الفانات تاع الماء، الضوء ضعيف، معناه ضوء فورس باش تطلع لنا الماء بلاد صعد شوي. إنتاج لازم بالقهوة، فهمت، بالماء، بالخدمة. مدينة مكثر تشهد هذه الأيام تنظيم مهرجان حبل الملوك الثقافي والتنموي والسياحي، والذي يعود إلى رواده بعد 12 سنة من الانقطاع ليضفي حركية على المدينة وعلى المستغلات الفلاحية. المهرجان هذا عاد في ظروف جد عسيرة ضافرة الجهود، وأردنا أن يعود بصيغة جديدة بأهداف جديدة، ولكن نحبوه أن يكون ذو جدوى، معناها بالحق نحبوه يكون تنموي بالصحيح. لما لا نحن نطمح، لما لا معمل معجون حب ملوك في مكثر، نأمل في مخازن تبريد في مناطق الانتاج في بني حازم، في السوالم، في كل المناطق اللي تنتج الحب ملوك. ويتضمن برنامج هذا المهرجان الذي يمتد على 3 أيام فقرات تنشيطية وسهرات فنية متنوعة، إضافة إلى عروض في الفروسية والندوات العلمية الهادفة إلى تنمية الانتاج الفلاحي بالجهة. هو مناسبة لتنويع المشهد الثقافي، لخلق حركية اقتصادية ولوجستية، وللتثمين منتوج حب ملوك والتعريف به. حب ملوك هذه قاعدة تتطور من وقت للآخر، وقاعدة ثم لاقي اهتمام كبير جدا من الفلاحين، لكن تلاقي بارس الصعوبات. نتمنى أن المسؤولين الجهويين والمسؤولين على المستوى الوطني يلتفتوا للمنظومة هذه. ويعد مهرجان حب الملوك بمكثر أحد أهم التظاهرات بالجهة، وعادة ما يستقطب اهتمام عدد كبير من الزوار من مختلف الجهات.